السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقتي متابعي قناة أخوكم محسن على اليوتيوب في فيديو جديد لنهار اليوم. في شرح نهار اليوم ارتأيت أن أقدم عليكم طريقة بسيطة وسهلة جدا لتحويل أو دمج صورة بروفايلك على الفيسبوك مع صورة علم بلدك. وربما لاحظتم في هذه الأيام الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة بكثرة، حيث أنك تجد العديد من الشخصيات والفنانين وغيرهم حتى من الشباب في الوطن العربي يقوم بدمج علم بلده مع صورة بروفايله الخاصة. هناك من يظن بأنها طريقة صعبة وقد تحتاج إلى فوتوشوب ودمج صورتين ثم تقوم بإنقاص الإضاءة في صورة العالم لكي تندمج مع الصورة الأخرى أو عمل لها سكرين لكي تدمج مع بعضها، ولكن في هذا الشرح البسيط سوف أجعلك تحصل على صورة بلدك مدموجة مع صورة بروفايلك فقط في ثواني. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى المتصفح الذي تستعمله وفتح حسابك على الفيسبوك. بعد ذلك سوف تتوجه إلى الرابط المختصر الذي يوجد في أسفل الفيديو، ورابط مختصر تنتظر لخمس ثواني فقط. وتلاحظون هنا في الأعلى، ثم تضغط على سكيب آد وسوف تتوجه إلى هذا التطبيق. حسنا، كما تلاحظ صورة الشخص مدموجة مع صورة عالمي. تضغط على Start أو Connect with Facebook. سوف تظهر لك نافذة أخرى، في النافذة أخرى تطلب الإذن بالدخول إلى حسابك على الفيسبوك، تضغط OK. بالنسبة لي أنا قد قمت بها من قبل. ثم هنا تقوم بكتابة اسم بلدك، مثلا سوف أكتب الجزائر كما تلاحظون، ثم تضغط على Go. تضغط على Go باللغة الإنجليزية، عفوا وليس باللغة الفرنسية، ألجيريا. وسوف تأتيك صورة كما تلاحظ، هنا ألجيريا فلاغ وهنا ألجيريا فلاغ ترانسبارنت وايت، تختار واحدة منهم هكذا. يمكنك الزيادة هنا في الأسفل، زيادة الوضوح كما تلاحظ، ويمكنك فقط تصغير العلم لوضعه في مكان محدد كما تريد. بعد ذلك تضغط على Preview. ثم إذا أردت نشرح ببلاش تضغط على OK. تختار هنا الخصوصية إن أردت أن تراها وحدك أو أصدقائك أو الجميع. بالنسبة لي سوف أضغط Only Me ثم OK. ويمكنك أيضا عمل شير بالفيسبوك أو نشرها على بروفايلك، ثم تضغط هنا عن Don't Share Make Profile Picture وأجعلها صورة البروفايل. هكذا نذهب إلى حسابي في الفيسبوك وها قد تغيرت الصورة كما تلاحظ في الأسفل هكذا. إذن كانت هذه هي طريقة دمج حسابك صورتك في حساب الفيسبوك مع علم بلدك. هي طريقة بسيطة جدا ولا
تحتاج إلى الكثير من الوقت. هناك من يظن بأنها طريقة صعبة، لقد شاهدتم الشرح بأنفسكم. لا تبخلوا علينا بالإعجاب، الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. كان هذا أخوكم محسن، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. سلام.